اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي نيكوس كريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين. وخلال الاجتماع رحب معالي وزير الخارجية بمعالي وزير جمهورية قبرص مشيدا بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط البحرين وجمهورية قبرص، معربا عن تطلع المملكة إلى تنمية وتطوير مختلف أوجه التعاون بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، منوها معاليه إلى أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب معالي السيد نيكوس عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين ولقاء معالي وزير الخارجية وتقديره لما لقيه من حفاوة استقبال، مؤكدا حرص الجمهورية على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في شتى المجالات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومعالي السيد نيكوس كريستودليديس بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وقبرص حول التعاون في مجال الطاقة.